من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله العليم الوارث، الحكيم الباعث، العلي العظيم، الحليم الكريم، السميع البصير، اللطيف الخبير، ذي النعم السوابغ والفضل الواسع والحجج البوالغ. الحمد لله وحده، وتبارك اسمه وتعالى جده، ولا إله غيره. الحمد لله على الهداية للإسلام، والإرشاد إلى حكم ما شرع من الأحكام، والتمسك بشريعة محمد نبيه المبعوث إلى سائر الأنام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ونور قلوب العلماء بأنوار القرآن، وشرح صدورهم لتعليم أحكام الإسلام. وله الحمد أن جعلنا من أمة محمد، محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا فردًا صمدًا، قاهرًا قادرًا رؤوفًا رحيمًا، لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا، ولا شريكًا في ملكه، العدل في قضائه، الحليم في أفعاله، القائم بين خلقه بالقسط، الممتن على المؤمنين بفضله، بذل لهم الإحسان، وزين في قلوبهم الإيمان، وكره إليهم الفسوق والعصيان، وأنزل على نبيه الفرقان، فتم النعماء ربنا جل وعلا. وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله رحمةً للعالمين، وأيده بالوحي والقرآن العظيم، وأتاه جوامع الكلم وأسرار القرآن الكريم، ليبين للناس ما نزل إليهم، وليرشدهم إلى الصراط المستقيم. فكان عبده المصطفى ونبيه المرتضى، اختاره الله لرسالته ومستودع أمانته، فجعله خاتم النبيين وخير خلق رب العالمين، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعثه بالكتاب المسطور في اللوح المحفوظ، فبلغ عن الله عز وجل حقائق الرسالة العالمية، وأنقذ به أمته من الضلالة، فهو النبي الهادي إلى السبيل الرشاد، والمحذر من سبيل الغي والضلال. أمرنا الله باتباعه، ونهانا عن مخالفته وعصيانه، فصلاة الله وسلامه عليه وجزاه خير ما جزى نبياً عن أمته. وبعد، فإن من نعم الله على هذه الأمة أنها تجمع بين ثناياها كل دول العالم، وكل ما فيه من التنوع، دولاً وشعوباً بكل جنسياتهم وقومياتهم وألسنتهم وألوانهم، أخوةٌ في أمةٍ واحد، تحب بعضها بعضًا، وتحترم نفسها، وتحترم الأمم الأخرى. فقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوةٌ فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. أيها المؤمنون، إخوتي في الله، إننا إخوة من ناحيتين، فإخوتنا الأولى ناجمة عن أننا ننحدر جميعاً من أم واحدة وأب واحد، إننا جميعاً أبناء آدم وحواء عليهما السلام. أضف إلى ذلك بأننا خلقنا من نفس التراب،
ومن نفس الصلصال، وغني عن الذكر بأننا نتمتع جميعاً برابطة الأخوة الثانية، إذ أننا أبناء نفس التاريخ والثقافة والحضارة. لقد استفدنا جميعاً من نور الشمس الواحدة ومن نعم الأرض التي أكرمها الله عز وجل علينا. إخواني الكرام، وبالإضافة إلى تلك العوامل الحيوية، هناك القيم التي تملي علينا الأخوة والتي تتمخض بالأصل عن الأخوة في الإيمان، الأخوة في الإسلام، حيث أكد القرآن الكريم بقوله: إنما المؤمنون إخوة، إننا نؤمن بإله واحد ونطبق سنة نبي واحد، كما أننا نؤمن بالآخرة ونستقبل نفس القبلة ونصلي نفس الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها. ويكرر المسلم أينما كان في هذه البسيطة عبارة: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، إبان ركوعه وسجوده. أيها الأحبة، ومن واجب كل مسلم أن يحترم ويعظم بارئه ويشعر بالرأفة لكافة مخلوقاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام تعظيم لأمر الله والشفقة لخلق الله. إن هذه القيم التي أملت علينا الأخوة، وغني عن الذكر بأن أخوة الإيمان، أخوة الإسلام، أعظم وأهم من كل أخوة القرابة. لقد أخذ نوح عليه السلام عهداً من الله تعالى وهو يعتلي على السفينة، حيث قال: رب نجني وأهلي مما يعملون. ورد عليه البارئ عز وجل بقوله: قال يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إن هذا لوحده يبرهن بأن أخوة الإسلام وأخوة الإيمان أعظم بكثير من سائر صفات الأخوة مهما كانت. ولهذا السبب تتلاشى كافة الفوارق العرقية واللونية بين المسلمين، نظراً لإيمانهم التام بأنهم عباد الله وحده وأتباع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والمؤمنين بالقرآن الكريم الذي أنزله جبريل عليه السلام. ومن هذا المنطلق، لا يمكن لمسلم أن يظلم أخاه أو أن يشتمه أو أن يحتقره، بل عليه أن يحترم حياته وماله وعرضه، لأن الواجب يمني عليه أن يؤثر أخاه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الناحية الحيوية بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولعلنا جميعاً ندرك مغزى الحديث النبوي الذي ورد على لسان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والحديث القائل: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. والحديث النبوي القائل: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. لقد من الإسلام علينا بأن جعلنا إخوة في الله، وعلمنا بأننا سواسية مثل أسنان المشط، لا فضل لأحد منا إلا بالتقوى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض،
إلا بالتقوى. إن هذه المبادئ الإسلامية التي نؤمن بها تمني علينا أن نتشارك في السراء والضراء معاً. إخواني الأعزاء، وكلما استتبت الأخوة شارع السلام والإطمئنان ازدادت البركة والغزارة، ولا بد لي في هذا الإطار من أن أبتهل للبارئ عز وجل لأن يعزز الأخوة في بلدكم المبارك سودان، وأن يديم عليها نعمة البركة، سودان العلم والمعرفة، كما يجدر بنا أن نذكر دوماً حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث أشار ردًا على سؤال أي الإسلام أفضل بقوله: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأن لا يغيب علينا مغزى وهدف الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة الكرام، يجب علينا جميعًا أن نوحد صفوفنا كأمة مسلمة، ونبتعد عن خلافاتنا الداخلية القبلية أو العنصرية أو المذهبية أو غيرها، ونزيل يدًا بيد كل العقبات التي تمنعنا من التقدم إلى الرقى والسعادة والرفاهية لهذه الأمة الكريمة. فهنالك ستة عقبات أو أمراض اجتماعية فتاكة تعرقل طريقنا نحو التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، كما أشار إليها عالم فاضل في خطبته التي ألقاها في الجامع الأموي الشريف قبل 100 سنة، بينما سجلت دمعاتنا الإسلامية من التقدم والازدهار ويخلفنا عن الدول المتقدمة هو حالة اليأس التي تسود العالم الإسلامي. أن اليأس داء عضال للأمم والشعوب، أشبه ما يكون بالسرطان، وهو المانع عن بلوغ الكمالات. ودواء هذا المرض الأليم هو الأمل والرجاء، لا تقنطوا من رحمة الله. المرض الاجتماعي الثاني الذي يخلف العالم الإسلامي هو الاحتيال الموجود بين أفراد الأمة الإسلامية، ويمكن علاج هذا المرض في الصدق وصفاء النية. لا نجاة إلا بالصدق، فالصدق هو العروة الوثقى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن البر يهدي إلى الجنة، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وقد شهدت المجتمعات الإسلامية في الأعوام الأخيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والحياة اليومية، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى، الابتعاد بصورة كبيرة عن الصدق والصداقة والصواب. المرض الثالث دواؤه نشر المحبة والتسامح والسلم بينهم. أن من أهم الأسباب التي أدت إلى إضعاف المجتمعات الإسلامية هو غياب المساندة وروح التعاون بين أفرادها، بالإضافة إلى تلاشي بعض الصفات الحميدة مثل المحبة والاحترام. المرض الرابع هو التفرقة التي تعاني منها الأمة الإسلامية، والجهل بالروابط النورانية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض. ودواؤه ترك كل أسباب التفرقة والتمسك بأواصر الوحدة الأمة الإسلامية، إذ أن التفرقة العنصرية واختلاف الألسنة والتوترات الناشئة عنها أدت إلى شق صفوف المسلمين في شتى أنحاء العالم. فهنالك الكثير من الدول الإسلامية تعاني من هذه المشكلة المدمرة، فيجب على المسلمين إنشاء الأواصر الدينية من جديد، ومحاربة التفرقة
المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يمكننا الحصول على السعادة والرفاهية ما دامت روح التفرقة والكراهية مستمرة فيما بيننا. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. المرض الخامس هو تفشي روح الاستبداد فينا، وانتشار الأخلاق الذميمة النابعة عن مجافات الشريعة ومخالفتها. ودواء هذا المرض الفتاك التمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى، والتمسك بالسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي تأمر بالمشورة، بالأخوة والشفقة والرحمة بين أفراد الأمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. المرض السادس والأخير هو حصر الهمة في المنفعة الشخصية، وهو سبب أساسي في تخلف هذه الأمة الكريمة. إن مفتاح سعادة المسلمين في حياتهم الاجتماعية إنما هو الشورى، المشورة، الاستشارة. فالآية الكريمة تأمرنا باتخاذ الشورى في جميع أمورنا، إذ يقول سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. نعم، إن مفتاح هذه الأمة وكشاف مستقبلها إنما هو الشورى. كما أن الأفراد يتشاورون فيما بينهم، كذلك ينبغي أن تسلك الطوائف والأقاليم المسلك نفسه فتشاور فيما بينها. إن فك أنواع القياد ورفع أنواع الاستبداد عن هذه الأمة إنما يكون بالشورى والحرية الشرعية النابعة من الشهامة الإسلامية والشفقة الإيمانية. يا إخواني الذين يضمهم هذا الجامع المبارك، ويا إخواني في جامع العالم الإسلامي، اعتبروا وقيموا الأمور في ضوء الأحداث الجسام التي مرت خلال العصور الماضية. كونوا راشدين يا من يعدون أنفسهم من أولي الفكر والعلم. نحن معاشر المسلمين يجب أن نكون خدام القرآن. إن الله يرفع، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع بها آخرين. وقال مولانا جلال الدين الرومي: الحمد لله حمدًا كاملًا، والصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شأن شرف صفيه، فقال عز وجل من قائلٍ مخبرًا وآمرًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. وهي تتميز بجمالها وكرم إنسانها ومسالمة شعبها، فإن من حقها أن تشغل مكانة أفضل بكثير مما عليها حالياً. وإنني واثق من أنها سوف تحرز هذه المكانة في أقرب وقت، وذلك بفضل جهودكم ومحاربتكم ضد سلاسة أضرار تعرقل تقدم العالم الإسلامي أجمع. وهي ألا وهي الجهل. لقد وصف الإسلام الفترة التي سبقت بزوغ فجر الدين الحنيف بأنها فترة الجاهلية، لأنها العدو الذي تحدى الإسلام. والثاني الكسل، إن الكسل هو سبب رئيسي لضعف الأمة الإسلامية في يومنا هذا. ولهذا السبب أكد الباري عز وجل في الآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والثالثة التفرقة، كما تقدم إنها جرثومة تفتك في وحدة وتضامن المجتمع. ولهذا السبب أكد الله تعالى هذه الناحية بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الإسلام بالتأكيد يأمر بالوحدة
وفق أخلاق يتخذ التعاون والتضامن الإسلامي أساساً، ويطلب من المسلمين أن يتحدوا حول هدف مشترك وغاية مشتركة ومثل أعلى مشترك. إخواني الكرام، إن كتاب الله القرآن الكريم يذم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وفرقا. كل فرقة ترى الجنة لها وحدها وتحرمها على غيرها، ويضرب من اليهود والنصارى مثلاً. الدعوة الإسلامية وبيانها واضح جداً في هذا المجال، والغاية المشروعة لا يمكن الوصول إليها أبداً بالوسائل غير المشروعة كالشدة والبغي والتطرف والإرهاب. فاللجوء إلى التحايل وأساليب الابتزاز وإشعال الفتن أمور لا يصوبها الإسلام على الإطلاق. أيها الإخوة المؤمنون في هذه الديار المباركة، إننا نتابع أخباركم ونحس بآلامكم، ووجودنا اليوم بينكم لتأكيد وقوفنا معكم. فالشعب التركي ورئاسته وحكومته يتطلعون إلى أفضل العلاقات الأخوية والودية مع دولة السودان وفي كافة الشؤون والقضايا التي تهمكم. فإننا نثمن الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الدينية والعلمية والرسمية والأهلية في نشر العلم والتعليم في ربوع السودان، بل وفي ربوع إفريقيا أيضاً. فهذه الأعمال العلمية في دعم المراكز العلمية والجامعات في إفريقيا يعطي الصورة الإيجابية لما تقوم به هذه المؤسسات، وعلى رأسها وزارة الأوقاف السودانية. أيها الأحبة، ونحن نتطلع إلى أن يكون التعاون بيننا مستمرًا في الحاضر والمستقبل، وتأمين أفضل السبل والإمكانيات التي تساعد الشعب السوداني في الحفاظ على هويته الثقافية والحضارية، وأن نتعاون في هذه المهمة الجليلة على مستوى العديد من الدول الإفريقية، مما تمليه علينا واجباتنا الإنسانية والإسلامية. نحمد الله إليكم أننا التقينا بكم في هذه الأيام المباركة، ونحمده أن وفقكم في تحمل مسؤولياتكم نحو إخوتكم في الداخل والخارج، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمزيد من التعاون على البر والتقوى، وأن يداً واحدةً في مساعدة المحتاجين داخل السودان وفي دول الإفريق المجاورة، وأن نلتقي بكم في أيام قادمة، وأحوال المسلمين عموماً وأحوالكم خصوصاً، وأنتم على خيرٍ وعافيةٍ ونعيمٍ وسلام. وأسأل الله العلي العظيم أن يمنَّ على هذا البلد بالأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يمنَّ على إدارته وحكومته رئيسًا وأعضاءً بالتوفيق والسداد، وأن يحفظهم بحفظه التام. وصلى الله على سيدنا محمدٍ، اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء، وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء، وعن كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.